هعطيك اليوم نصيحة، لما ما يكون كتير عبالكم تلبسوا جاكيت أو بليزر فوق فوق أوتفيت يكون سيمبل، الطريقة التانية إنكم تلبسوا شيء يغطي كتافكم وإيديكم هو إنكم تلبسوا الفيست. الفيست فيكم تلبسوا القميص تحته، أنواع الفيست بيكونوا مثل البليزر بس ما لهم كمام، فكتير مريحين بالصيفية لأنه فيكم تلبسوا لهم شيء كتير خفيف من تحته، قميص خفيفة، تي شيرت لهون. تاني طريقة هي لبس الترنش كوت. الترنش كوت هو عبارة عن معطف، بس هلا عم نشوف كتير بالسوق في منه للخارج الصيفية أكتر لأنه مشيته خفيفة وهدي اللي بيجي، ففيها نلبسه فوق فستان طويل أو قصير. فكرة الترنش كوت كتير عم نشوفها على الرانويز خصوصا للصيفية، مع أنه كنا متوقعين أنه هيدا الترند تخلص بالشتوية، بس كفيت لأنه صاروا عم يستعملون قماش كتير خفيف وما بيشوب، حتى ألوانهم كتير حلوين. بس أنا أحلى ألوان عندي كان الزيتي والأبيض، الأسود ما كتير خش صيفية فبنصحكم بيضوا شوي عنه. فيكن تلبقوا على المعطف كذا نوع من التيب، منهم البانتس البنطلون، أو فيكن حتى فستان، فيكن تي شيرت بيضة مع جينز كتير سيمبل. بس هون لازم تهددوا أكتر على أكسسوار، يعني يكون عندكن حلق ستيتمنت إيرينجز أو الحلق الكبير يلي بيكون هيك شوي غير ليبين أكتر بالأوتفيت، أو فيكن حتى تشتغلوا تحطوا هاتس، تحطوا أساور، تحطوا حتى تسكروا المعطف بالبلت، يعني كيف عملت أنا بالسكارف فيكم تعملوا نفس الشيء بالترنش كوت. بالإجر فيكم تلبسوا لهم سترابي ساندلز أو الصندالية اللي بيجي عليه بس الباند، هذا بيكون كتير سيمبل وكتير أنيق، عن جد بنصحكم فيهم. بليز سبسكرايب لوليا تشانل وما تنسوا تزوروا لنا موقعنا lulia.com. باي.